هل الراجل ليه حق انه ما يعني كلام الاخبار والاصداء داخل الجبلية بيقول هو الراجل مش عايز يتنازل عن الراتب او الشرط الجزائي، وبيتكلم انه مش عايز يعني ما فيش حاجة اسمها بالتراضي، هو كان هدفه كاس العالم مش افريقيا، فالراجل متمسك بده، فشايف ده شيء طبيعي وصحي وعادي ومن شيء حقه. طبيعي جدا وحقه وده شرط موجود في العقد، وهو ليه سابق قبل كده مع النصر السعودي وهو ما تنازلش على اي حاجة من اللي كانت موجودة في العقد، واعتقد ان هو هيبقى على نفس الطريقة هيكمل مع المنتخب. هل الجدولة برضو عشان ده من ضمن السؤال احنا للأسف قريت في الاخبار يقولك انه مش قادرين انهم هيدوله الثلاث شهور مرة واحدة فهيجدول، هل ده برضو صحي للتعامل مع المدربين؟ ويعني انا مش عايز ابقى مثقل قوي، لكن هل ده شيء عادي الجدولة؟ ياريت يبقى في جدولة او اي حاجة، بس ما يعملوش زي ما عملوا مع كيروش يعني عشان ما تبقاش في فضايح تاني. لكن الصح انه نخلص الموضوع لو هو في امكانية، انه انا معرفش طبعا ايه قصة الدفع بتاع او السداد دي هتبقى بتاعتهم اكتر، هم على دراية اكبر مننا، لكن الشرط من حقه ان هو يعني يتمسك بيه، وعلى الاتحاد الالتزام بيه لو هو عايز يطيح بفيتوريا. طيب كابتن ايهاب، وعشان انت بدايه كلامك قلت المدرب المنتخب هو خلاص، كابتن فتحي مبروك كان معانا في مداخله قبل دخول حضراتكم بيتكلم على المنتخب، على المدرب الوطني، الاعلام الرياضي بيتكلم على المدرب الوطني، الشارع والسوشيال ميديا بيتكلموا عن المدرب الوطني. الفكره دي مديانا احنا كلنا حماس للمدرب الوطني. كابتن فتحي لما جاوب قال اللي خدوا افريقيا مدربين وطنيين، الاتجاه لده هل نبدا نقارن، هل نبدا نبص عينينا ونقول مين مدرب وطني ونبدا نثقل برضو على المدربين او ان احنا نعمل مقارنات؟ هو بص، هي بعد كل زي ما قلت لك بعد كل اخفاق احنا بنتجه لكلمه المدرب الوطني، لكن ممكن لو انت كاتحاد كره بتفكر برضو في البديل الاجنبي، لازم اجيب البديل الاجنبي مين؟ لازم اجيب بديل اجنبي عنده خبرات مع المنتخبات الافريقيه، عنده خبرات مع الكره الافريقيه ومتمارس في الكره الافريقيه. انت النهارده بتشوف دي صبر مع المنتخب الاوغندي قبل كده، مع المنتخب الكونغولي، فعنده خبرات كبيره، كان جوه الكره الافريقيه اشتغل كتير جدا، فهو عنده الخبرات دي. فانت لما هتجيب لازم تجيب، حتى لو هتفكر في مدرب اجنبي لازم تفكر في مدرب عنده خبرات داخل الكره الافريقيه. مش هتجيب مدرب ما دخلش اي تجارب داخل الكره الافريقيه قبل كده، مش متمرس فيها بشكل كبير جدا. لكن المدرب الوطني احنا قلنا في مشكله، اتكلمنا في خلال الايام اللي فاتت ان في مشكله في الوقت الحالي في المدرب الوطني. في فترات سابقه كان المدرب الوطني في مستوى الفني العالي، لكن دلوقتي انا بشوف ان المدرب الوطني هو الحل ماشي، لكن لازم ثقه، لازم دعم كبير جدا، لكن الاسامي اللي هتطرح في الفتره دي هتبقى الامور عليها يعني حمل تقيل جدا، لازم هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه لغط، هيبقى فيه ناس متقبله الاسم، في ناس مش متقبله الاسامي اللي موجوده، فلازم يبقى فيه دعم، لازم يبقى فيه ثقه، لازم يبقى فيه صبر من اتحاد الكره ومن الشارع الرياضي المصري، ويكون في خلف الشارع ما بيصبرش. ما دي ازمه يعني. وبرضه انا خليني اخد من كلامك واروح لكابتن اسلام، هل انه احنا السوشيال ميديا خلاص بتحط الصور ومقارنات، وخلينا يعني احنا مش هنخبي، الناس حاطه في المدرب الوطني كابتن حسام، كابتن علي ماهر، مش حاطين اسامي تانية، هل احنا نبدا ده شيء صحي ونسيب؟ هل ارضاء هيكون ارضاء للشارع الرياضي في انه الناس بتتكلم على السوشيال ميديا على الاسماء دي، ورغم انه كابتن حسام حسن الناس بعد كل بطوله في الاخفاقات من بعد 2010 كل اخفاق الناس بتقول يا جماعه طب جربوا الراجل يعني. طبيعي ان يبقى في ترشيحات لمدربين وطنيين، وفعلا هم الابرز كابتن حسام حسن، كابتن علي ماهر، لكن انا شايف انه مش هو ده المفروض ان احنا نروح له او ان احنا نختار دلوقتي مدرب وطني. انا شايف انه الاحسن ان احنا نتجه لمدرب اجنبي بسعر مقبول ومقابل مادي مقبول. احنا ارقامنا ممكن لو عرضناها بربع اللي كان بياخده فيتوريا مع مدربين شاركوا في البطولات الافريقيه، اعتقد انه ممكن نقدر نجيب جهاز فني يقدر يشتغل الفتره دي، لانه الضغط على المدرب الوطني هيبقى كبير. فيمكن انا شايف انه ممكن يبقى في مدرب اجنبي او مش مواطن يعني، يبقى هو اللي موجود في الصوره في الوقت الحالي، ويبقى معاه حد مؤهل او حد بنأهله. انا شايف انه ممكن زي تجربه كيروش ومحمد شوقي، انا اعتقد ان احنا
فعلا فقدنا واحد زي محمد شوقي الفتره اللي فاتت، لانه كان ممكن يكمل وكان يبقى ليه دور في سواء مع المنتخب الاول او مع منتخبات الاصغر سنا اولمبيا او وفي كذا كادر يعني يقدر يعمل القصه دي. لكن انا يمكن بميل شويه لمحمد شوقي، لان انا شايف ان هو المدرب اللي جاي في الفتره اللي جايه في الكره المصريه. عنده شخصيه، عنده كاريزما، بيتعلم، مركز، بيقدر يعني اكتف على الخط حتى في مواقف كتير جدا مع كيروش كان ليه دور. فانا شايف انه نروح لمدرب اجنبي ويبقى معاه مساعد يبقى هو ده اللي بنأهله، ويبقى دي الخطه اللي احنا المفروض نشتغل عليها مستقبل. طيب هل عشان انا برضو عشان هكمل النقطه دي، هل الناس هتتقبل تاني فكره مدرب اجنبي؟ انا مش بقول يعني عشان هنختلف مع كابتن اسلام، لكن على فكره الناس انا عايز اروح بقى لحته الناس شويه، لان انا كنت بسال ويمكن كان سؤالي وكابتن اسلام رد عليه في حته انه الضغط هيكون على المدرب المصري كبير جدا، وبيبقى للاسف التعامل معاه اسرع، وعندنا التجارب كابتن هاب جلال فازاي نخرج من ده في ظل ارضاء المشاهد الرياضي؟ لما هتجيب لي مدرب مقنع ليا وللشارع. انت يعني انا قلت لك ان اللي عنده خبرات وعنده سوابق في المنتخبات الافريقيه، انت وديتك مثال الراجل ده اشتغل في الدوري المصري صبر، اشتغل في الدوري المصري مع اسماعيلي وكان عامل نتائج كويسه جدا، اشتغل مع بيراميدز فهو عنده عمل انجاز، والنهارده مع المنتخب الكونغولي كان عنده برده قبل كده مع المنتخب الاوغندي، واعتقد بيتقاضى يعني ما بيتقاضاش ربع فيتوريا، لكن عنده خبرات 20000 يورو، لكن عنده خبرات كبيره في الكره الافريقيه، بيطور من شكل المنتخب، بيطور من شكل المنتخب. فانت لما هتيجي تجيب اختيار زي ده اعتقد الشارع هيبقى في توافق ما بين الشارع رينارد مثلا الناس بتتكلم برضو كانوا حاطينه من بس الاتحاد الفرنسي رافض الفتره دي، وهو عقده هينتهي كمان اعتقد 4-5 شهور مع الاتحاد الفرنسي، فانت ممكن تصبر الفتره دي بس تكون مخطط مع رينارد من دلوقتي تشتغل معاه من دلوقتي، ساعتها هيبقى في توافق كبير جدا بين الشارع الرياضي وما بين اتحاد الكره، لان ده اختيار ما فيهوش اختلاف، مش هيبقى في خلاف عليه، ان عنده خبرات كبيره جدا، شفنا نتائجه على ارض الواقع مع المنتخبات اللي كارلوس كيروش بس كيروش هل بقى بعد ما اللي حصل ده ممكن المشكله اللي انت كنت بتتكلم عليها من شويه، هل هو هيرضى؟ بس لا هو يرضى انا هكلمه لا يعني اقصد انه لا يرضى طبعا، لا ليه اسم مصر كبير طبعا، ان هو يقدر انا مش بتكلم يعني يرضى بس هو عشان الخلافات وعشان اللي حصل، هو فعلا الموقف كان مش جيد معاه في النهايه، لكن انا شايف ان كيروش ممكن كمان يبقى مرشح قوي يعني. طيب